يواصل مهرجان أضواء الشارقة تحويل أيقونات الإمارة ومعالمها المختلفة إلى أعمال فنية تبهر زوار الإمارة، ومن بين هذه الأيقونات عدد من مساجد الشارقة التي نسلط الضوء عليها في تقرير غدير المعيني. مهرجان أضواء الشارقة يعود ومعه تتلألأ الأيقونات الإسلامية كاشفة تفاصيل لم ترى من قبل لثراء الشارقة المعماري. ففي كل موقع من مواقع مهرجان أضواء الشارقة سحر يبهر الزوار، كما هي الصورة هنا في مسجد النور الواقع على ضفاف بحيرة خالد. اشتغلنا على مسجد النور، أول شيء كانفاس بياخذ العقل للواحد يشتغل عليه، وأكيد تشالنج كمان لأنه الواحد كمان يعمل شيء تو كومبلمنت الاركيتكتشر الحلوة كتير تبع الماسك. عملنا كتير ريسيرش على الكالتشر والهيريتج حتى نعرف شو معقول نستعمل كألوان وكباترنز وتكستشرز ليعطوا كومبلمنت للاركيتكتشر العظيم تبعه. بدوره مسجد الشارقة اكتسى حلة من الألوان المشعة وسطع كالجوهرة الكريمة في أمسيات الإمارة. وفي المدينة الفاضلة دبل حصن، ومع انعكاس الأضواء على جدران مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي سرعان ما تتجلى الإبداعات الإسلامية الهندسية لتجذب زوار الإمارة لمتابعة العروض والتصاميم الفنية المتنوعة والمازجة بين التاريخ والثقافة العربية الإسلامية الآسرة.